تيزكاي الله يهديك. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام من داخل وخارج الوطن، تحياتي لكم كبيرة من أرض الإخوان قيسر، أولاد السيفن داود. اليوم الإخوان احنا عند الأخ أنور إن شاء الله بإذن الله، ومجد لكم الإخوان هذه البركة هذه، تبارك الله اللهم بارك. فيديو جديد الإخوان، اليوم رب تاريخ 5/10/2024. تحياتي للإخوان من داخل وخارج الوطن، ما تشوفين حتى نتعرفوا إن شاء الله شحال كاين ديال العداد وجميع المعلومات غتعرفوها إن شاء الله بإذن الله. تحياتي للإخوان من داخل وخارج أرض الوطن. سي أنور بخير كلشي مزيان، امور هانيه، الله يبارك فيك. سلم على الاخوان هما كيشوفوك. كنسلموا على المتتبعين ديالك السي رشيد، ومرحبا بك عندنا من داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله على اخويا انور. الله يحفظك. اش مجد اخويا انور الاخوان اليوم؟ خويا اليوم كاين عندنا 80 حوليه. 80 حوليه والحواله جوج فحوله. معاها جوج فحوله، اذا الاخوان كاينه 80 حوليه عند الاخ انور ومعاها جوج ديال الفحوله. تبارك الله اللهم بارك. سنان الحليب براشي اييه، هي كلها حوليه اخويا انور. كامله حوليه. حوليه يعني كنقولوا سنا الحليب. كامل. اييه تبارك الله. اخويا انور شحال يكون عندنا من شهر تقريبا هذا؟ اخويا تكون شي 9 شهور بحال هكا. 9 شهور، يعني موجوده الحولي. موجوده الحولي، اييه تبارك الله الاخوان اللهم بارك. زيد اخويا انور هكاك بحال الدفعه. تبرش. اييه زيد 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 بحال هكا. زيد. زيد اخويا انور زيد 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 تبارك الله. تبارك الله اللهم بارك الاخوان تبارك الله. زيد 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 خويا انور تبارك الله الله يبارك. جيب لي دوك الدرعات اخويا انور. الدرعات هاي برش. هادي كاينه واحد الوحده ختاتها هي بانت ليا كتشبه ليها يا خويا. زيفا زيفا سميتك زيفا. شد شد معاه شد معاه شد معاه. اييه تبارك الله اللهم بارك. زيد 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 تبرش. راه يا عمر الدار زيد وقف حدا وقف حدا حالك. تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. هذه دابا نصها سرديه ونصها نصها سرديه فيها شي جوجات ولا شنو هما اللي درعات اللي درعات. تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. صافي تلاقم اخويا انور. بالنسبه اخويا انور العيب العيب اخويا شي جوجات اللي فيهم حبوبات. كاينين جوجات اللي فيهم الحب. اييه كما سمعتوا الاخوان ها وحده ها هي نيت. بغا مشى براشيد يحيدهم ماشي مشكل. يحيدهم اييه ديال الاخوان فيها حبوبه هذه راه باقا ما باقا ما داووش لها ياك اخويا. لا باقا ما مداويهاش. باقا ما مداويهاش هي وفرا. ما بغاش يحيدها. هما قلت لك كاينين جوجات. جات. ما بغاش يحيدها. كما سمعتوا الاخوان كاينين جوج حوليات فيهم الحبه الاخوان، اللي بغاهم مرحبا واللي ما بغاهمش الاخوان راهم يحيدهم. تبارك الله اللهم بارك. خويا انور بانت لي هنا بحال مزاحمه شويه. نخرجوها برا شي نخرجوها برا باش المتابعين ملي نخرج اخويا انور بحال تخرج هذه وحده وحده. مرحبا. باش تدوز قدام المتابعين. واخا خلي لي حل لي الباب خويا الله يحفظك. خويا انور هكاك اخويتي هكاك هكاك زيد زيدي 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 تبارك الله اللهم بارك. ها اللهم بارك الاخوان تبارك الله الله يبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبارك الله تبارك الله. قلت لي يا خويا انور العيب ما كاينش، كاينين جوجات دقيت براديان جوجات اللي فيهم الحبوب. جوجات اللي كاين فيهم الحبوب. اي الله يعطيك الصحه. دفع خويا جيبها هنا جيبها هنا الله يرضيك جيبها هنا. تبارك الله. هذه قلت لي بالنسبه للشهور عده تقريبا شي 9 شهور 9 10 شهور يعني يعني واجده الحولي. واجده الحولي راه شي الغنم كتعمر كتعمر كتعمر. اي راه كاين الاخوان قبل ما نصور الاخوان دازت واحد اللقطه قدامي ان الحواله كيتخطاو الحوليات. تبارك الله الله يبارك. عندك عندك خويا انور انا الاخوه. تبارك الله اللهم بارك. والمواصفات مواصفات مواصفات الجمال اللهم بارك. اسنان الحليب تبارك الله اياه الله يبارك. زيد خويا تبارك الله وراه كامله براشي اسنان الحليب.
اييه هي حوليه كتكون سنه لا. هي الحوليه امتى كتتنا خويا انوار؟ نعم الحوليه امتى كتتنا؟ شحال كدير من شهر باش كتتنا؟ بحال كل 10 شهور ياك كتفوت كاينه اللي كتفوت العام عاد كتتنا تفوت العام عاد تتنا تفوتنا العام الاخوان عاد كتتنا كدير تقريبا ما بين 12 13 شهر الاخوان هلي الحوليه كدتتنا وما هذه الاخوان راه عندها دابا 9 شهور 10 كاع اللي كبيره عندها 10 الحوالة الاخوان اللهم بارك لا تنجي من هنايا جيب الاخر اخويا انور مرحبا بك وسنا الحليب سنا الحليب تبارك الله هذا الاخوان هذا الحولي راه هو كان كيتخطى في الحوليات هذا الاخوان تبارك الله الاخر حتى هو الاخوان تبارك الله جيب وحده اخويا انور هنا تبارك الله الاخوان الحوالة الحليب وقفوا وحده كما وقفوا الاخ هاكاك اسنا الحليب الاخوان هادو تما 10 شهور ما عندهمش العام هادو ما عندهمش العام هادو ما عندهمش العام هادو 10 الاخوان 10 11 شهر 10 11 شهر هذا هو الجهد ديالهم تبارك الله الله يبارك الحواله ما فيهم لعيب لا والو كتبره ديالنا براش دقه تبره الاخوان في الحواله كيقول لكم الدراري راهم ديالهم تبارك الله اللهم بارك حواله ما نعاودو كلام حواله زينين الله يبارك تبارك الله تبارك الله يحسن العون واخا خويا انور نسبقوا الاثمنه ديال الحواله هما الاولين هذا خويا عاطينا في 160 هذا 160 هذا عاطينا في 170 هذا الاخوان اللي في ايد انور الاخوان راه طالبين فيه 8000 درهم وهذا الاخوان 8500 درهم اللي في يد ديال الاخ الاخوان حنا غنبدينا لكم الاثمنه ديال الحواله هما الاولين غادي ندوزوا عاد الحوليه الاخوان ندوزوا عاد الحوليه ان شاء الله باذن الله تبارش. زيد 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 خويا انور زيد 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 زيد, زيد. تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اييه تبارك الله بالنسبه اخويا الثمن ديال الحوليه اخويا انور الثمن اخويا ديال الحوليه عاطينا 51 جمله 51 51 جمله الحوليه الاخوان معطيه فيها 2550 درهم الاخوان 2550 درهم هي 51500 ريال الاخوان اللي معطيه في الحوليه تبارك الله اللهم بارك تبارك الله وبالنسبه شحال شحال قطعتي لي انت اخويا انور اخويا اللي عيط لي انا ماشي مشكل تصاوب معاه اللي عيط لك تصاوب معاه تبيع وشري حتى هو هذيك الساعه تشري معاه ما كاينش مشكل صافي الله يعطيك الصحه ما قلتي عيب بالنسبه للاخوان الثمن اللي معطيه راه معطيه 2550 درهم الاخ انور قال لكم الاخوان اللي عيط ليه راه يتفاهم معاه اللي بغى معاه الحواله اخويا انور اللي بغى معاه الحواله مرحبا المهم نوصي ما اخويا رشيد ضروري الغلم يكون وسط الحواله الغلم يكون كيدام من عندي كي ما يديمش من عندي اييه شتي بغا يمشي يشري من قنب اخر ما كاينش مشكل كاين حتى مشكل ما كاينش مشكل ولكن ضروري خاص الغلم يكون وسط الحواله يكون وسط الحواله اخويا راه بدات كتعمر اييه ولكن ضروري خاصهم يكونوا وسط الحواله ولكن دابا انت كتقول اخويا انور الاخوان انت مبعد راسك من هذا نعم اخويا انت كتبيع الاخوان الحوليه نبيع الحوليه صافي الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه هذا هو الكلام خويا انور هذا هو الكلام ديال المعقول هو هذا كما سمعتوا الاخوان الاخ انور قال لكم الحوليات راه بداو كيتخطاو من الحواله الاخوان ولكن قال لكم اللي يدي الحوليه يدي معاه الحواله انه باش يبقى مخرج راسه المسؤوليه الاخوان تبارك الله حوليات الله يبارك اخويا انور ما نعاودو كلام تبارك الله الحوليه براشيده اييه الله يبارك راه كاينين جوجه الاخوان اللي فيهم الحب راهم شتوما الاخوان وحده شناها وحده قال لكم الاخوان راها مباريه الاخوان بقات فيها على طراسه تبارك الله الله يبارك تبارك الله زاك يا خويا انور تايا ها ما شاء الله اللهم بارك تبارك الله صافي خويا انور خويا انور ان شاء الله الرقم اللي غيتواصلوا معك به الاخوان 07 08 08 81 42 45 تبارك الله الاخوان هذا هو الرقم ديال الاخ انور جميع المعلومات الاخوان في الفيديو الثمن ديال الحوليه الثمن ديال الحواله الرقم ديال الاخ انور الاخوان عبر الشاشه تواصلوا معاه الله ييسر الامور للجميع تبارك الله اللهم بارك اذا تحياتي للاخوان من داخل وخارج ارض الوطن هنا الفيديو ديالنا كيسالي الى الملتقى ان شاء الله باذن الله وما تنسوش ان شاء الله غدا من قلب سوق الحد ديال البروش اللهم يسر ولا تعسر